ارفع راسك فوق انت مصري. الحقيقه يمكن الجمله دي كانت اكتر جمله جت على بالي وانا بتابع امبارح الحقيقه موكب المومياوات. لمحه، لحظه تاريخيه تقول قد ايه انك انت ابن وحفيد لحضاره عظيمه جدا بتبهر العالم منذ فجر التاريخ وما زالت حتى اللحظه. ومش بس الاجداد، الحقيقه الاحفاد امبارح اثبتوا كمان ان هم كمان عندهم القدره ان هم يقدموا للعالم لمحة تاريخية. أعتقد مفيش حد امبارح تابع، مصريين أو غير مصريين، إلا وانبهر. انبهر بالرقي، انبهر بالعظمة، انبهر بالحضارة اللي بتأكد على أن كل جوه إنسان مصري جين عظيم، بس أن هو يكتشفه، يجتهد، يتعب شوية هيكسر الدنيا. بين قوسين كده لقطة امبارح يمكن كمان لفتت نظري بشكل كبير جداً، منظر ميدان التحرير في بداية النقل، في بداية الحدث. الحقيقة منظر بداية التحرير ومقارنة مع نفس الميدان ده من 10 سنين فاتت، هو نفس الفرق بين مصر من 10 سنين فاتت ومصر النهاردة، هو نفس الفرق بين حالة الفوضى وبين النظام، هو نفس الفرق بين حالة غموض المصير وحالة وضوح الرؤية، هو نفس الفرق بين الخيانة والتآمر و حالة الانتماء والوطنية اللي بتغلف وبتجسد إحساس المصريين الوطنيين بأهمية تاريخهم وأهمية بلدهم. مشهد امبارح بيقول إن احنا قادرين نعمل أي حاجة، وإن مصر بولادها أم الدنيا، وإن شاء الله تكون قد الدنيا كلها. مساء الخير على حضراتكم. أنا امبارح يعني كنت مستمتع لأقصى درجة سارة امبارح وأنا بشوف المشهد، مش بس مشهد الموكب بداية من المتحف المصري في التحرير وصولا لمتحف القومي للحضارة، لكن الحدث ككل بيقول انه مصر دولة عظيمة جدا ودولة قوية جدا، والحقيقة ان ولادها قادرين على اي تحدي مهما كان صعوبته ومهما كان حجمه. الحقيقة العالم كله كان بيتفرج على مصر امبارح، العالم كله كان بيشوف الصورة المبهرة اللي كانت بتقدمها مصر امبارح، ويمكن ما فيش حد فينا هو بيتفرج ما كانش جسمه بيقشعر من كتر ما هو فرحان، من كتر ما هو فخور. كل واحد فينا كان إحساسه بالفخر بأنه هو مصري كان بيزيد، ويمكن حصل حالة من تعزيز كده، حالة الانتماء، يعني الشعور بالانتماء اللي دايما أكيد موجود وعمره ما بيروح، ولكن مع المشاهد اللي زي دي وبتفرق معانا قوي، يعني مش بس لينا إحنا، مهمة قوي أن يحصل مشهد حضاري زي ده علشان الأجيال الصغيرة، الأجيال الأصغر، الأجيال الجاية تشوف وتعرف قيمة بلدها، تعرف قيمة حضارة بلدها، تعرف أنه مهما لفينا من العالم وشفنا بلاد حلوة واتبسطنا فيها، اللي أنه فعلا ما فيش أي بلد عندها اللي موجود في مصر ده، مفيش بلد حضارتها وتاريخها زي مصر. الحقيقه صوره مشرفه جدا يعني بكل المعنى. بنتكلم على يعني الصوره تبقى لايقه على حضاره مصر، على حاضرها، على مستقبلها. ده اللي احنا شفناه امبارح، وطبعا لولا جهود كل جهات الدوله بدءا من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كناش هنشوف المشهد المشرف اللي كل العالم بيتكلم عنه. وانا بتابع الصحف العالميه وبشوف الناس بتقول ايه، كتير قوي من الناس بتتكلم ان انا نفسي اكون مصري، انا عايز ازور مصر بعد اللي انا شفته ده. الناس كلها بتتكلم على ده، والحقيقه ان الحدث ده هيعود على مصر بحاجات كتيره قوي. بنتكلم على السياحه، هيحصل تنشيط للسياحه ان شاء الله بشكل كبير، وخصوصا الثقافيه والتاريخيه. ورساله كمان مهمه قوي، ان في وقت ازمه كورونا العالميه وفي ظل ان احنا منضبطين وملتزمين بالإجراءات الصحية، لكن إن ده مش مانعنا أبدا من إن احنا نفتتح متحف كبير زي ده، وإنه يحصل المشهد الرائع والحضاري اللي شفناه امبارح. دي بعض من تعليقات الناس وهي بتتكلم على المشهد الرائع ده امبارح. بيقولوا طبعا إنه يعني ملوك الفراعنة خلوا العالم كله يحترمهم، وهم ميتين وهم أحياء يا أحمد. صحيح. بالمناسبة يعني إذا كنا بنتكلم على أثر الحدث بتاع امبارح ومتابعته، انت بتتكلمي على دعاية يعني بمليارات الدولارات. انا دي إلينورا جاندولفي بتقول انه انا غيرانة جدا من العرض اللي اتقدم، من الملابس، من المزيكا، من الشو ككل، او العرض يعني ككل، والحدث ككل كان مؤثر جدا. وخلينا نتمنى جميعا انه الرساله توصل، احنا مش هنقدر نستنى عشان نزور البلد دي مره تانية. ده طبعا على موكب، تعليقا على موكب المومياوات. طبعا ده بيقول ان انا حاسس ان انا كنت بتفرج على افتتاح رائع جدا للاولمبيكس او زي اولمبياد طوكيو او الاولمبيكس الصيفيه، وده بالنسبه لهم يعني انه العرض قد ايه كان مشرف وكان مبهر جدا بالنسبه لكل اللي كان بيتفرج.
نروح لسفند أولينج بيقول كونجراتيليشنز أو تهاني لمصر على العرض الرائع اللي اتنقلت فيه 22 من المومياوات للمتحف الجديد. وبالمناسبة ده مش المتحف الجديد، في ناس في بعض الناس بره يمكن مختلط عليها الأمر، ده المتحف القومي للحضارة اللي هيكون مخصص لعرض المومياوات. منتظرين المتحف المصري الكبير، أكبر متحف على مستوى العالم كله يخصص لحضارة واحدة. تاريخ مصر، تاريخ الحضارة، وده أيضا تاريخي. يعني ده الحقيقة يمكن بعض من تعليقات الناس. وزي ما قلت لحضراتكم كتير صور كتير جدا موجودة على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا كنتش متوقع بصراحة أنه الحدث. يعني أنا جارسيا بتتكلم على أن هي بتتفرج على المشهد، هي مش قادرة تستنى أن هي تروح تزور مصر. هو دي واحدة من الرسائل اللي كانت طبعا بعد اليوم بتاع امبارح، أنه الناس كلها تبقى وهي بتتفرج عايزة تيجي تشوف البلد اللي عندها الحضارة الكبيرة دي. صحيح. أنجز بلير بيقول أنا عارف أن كل الناس مركزة على موكب المومياوات والإنتاج الضخم جدا، بس إحنا كمان لازم نسقف أو نقدم التحية للعرض الموسيقي والتوزيع الموسيقي اللي شفناه وتابعناه لأوركسترا القاهرة والكورس كمان. والحقيقة أن الكونسرت نفسه كان أكتر من رائع. ويل دان إيجيبت، أحسنتي يا مصر. وزي ما قلت أن الموضوع بس ما كانش الحقيقة الموقف في حد ذاته، إن كنا الحقيقة اتقدم بشكل أكتر من رائع. الروح بتاعتنا، العظمة بتاعت أجدادنا، الحضارة المصرية متجسدة في العصر الحديث. لكن كمان الحقيقة الحدث كله، اللقطات اللي تم تصويرها، مشاركة النجوم المصريين، الآثار اللي ظهرت في العرض سواء دير بحري، أهرامات، سقارة، كنيسة معلقة، كل ده الحقيقة كان بوكيه أكتر من رائع قدمته مصر امبارح للعالم كله. طيب خلينا نبتدي حلقتنا النهارده. انا عارف طبعا في الكوره عندنا كلام كتير جدا على ماتش امبارح وعلى اللي جاي، يعني دايما انا بحب اخد من اللي فات وابقى باصص دايما على اللي جاي. عندنا كلام كتير جدا نقوله على ماتش المريخ، واللي جاي مش بس سيمبا الحقيقه، اللي جاي فيه اهم واصعب من سيمبا بكتير. انا بشوف انه سيمبا اعتقد انه مباراه سهله الى حد كبير جدا، لكن الاصعب دور الثمانيه، ده اللي عيني عليه. الفرقه اللي كانت بتلعب مع المريخ امبارح، هل عندها القدرة أنها تبص لنفسها وتقيم أدائها وتعرف أخطائها عشان تشوف إحنا رايحين ننافس على 10 بجد ولا لأ؟ إحنا كده خلاص كده كده هنقابل حد من الكبار. يعني أنا شايف أنه أفضل ثلاث فرق في البطولة السنة دي، واللي أنا تابعت لهم ماتشات كتيرة جدا حقيقة، سان داونز، وداد، ترجي، دول الثلاث فرق اللي إحنا هنقابل فرقة منهم. وأنا عارف طبعا أنه اللي عايز أو اللي عينه على البطولة، اللي عينه على التتويج، ما بتفرقش معاه هيقابل مين. لكن في جميع الأحوال ولينا واقفه مع مباراه المريخ وهنتكلم في تفاصيل كتيره. قبل بس ما نبتدي ندردش على الماتش، خليني اقول لحضراتكم السؤال الصعب. انا ما فيش لحظه سالت فيها في اي مباراه للنادي الاهلي على افضل ثلاث لعيبه من وجهه نظر الجمهور وحسيتها صعبه زي المره دي، لان انا هطلب من حضراتكم تختاروا افضل ثلاث لعيبه من النادي الاهلي في مباراه الامس مع المريخ من وجهه نظركم طبعا. مين هم افضل ثلاثه على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هتتكلم على المباراه؟ انت ايه رايك؟ انا رايي انه كان في شويه الناس اكيد مش مبسوطين بالتاهل، ولكن الاداء ما كانش بالنسبه لنا افضل حاجه. اكيد كلنا كنا مستغربين، يمكن خصوصا في الشوط الاول يا احمد، انه قد ايه كان فريق المريخ قادر يوصل لمرمى الاهلي بسهوله. وزي ما بقول خصوصا في الشوط الاول ده كان بالنسبه لنا يخض شويه، يعني قلقانين شويه كتير. مش عايزه اصدر حاله قلق، لانه يعني وارد ان انت تبقى في يوم مش موفق. انا هقول لك حاجه، هو ده وقت القلق. يعني اذا كنا هنقلق واذا كنا هنراجع حسابات واذا كنا هنشوف، هو كويس قوي ان ده حصل دلوقتي علشان انت تبدا وتفوق نفسك بالظبط وتشتغل على اخطائك دي، وتعرف انه اي فريق اي منافس مهما كان ان انا لازم اكون عامل حسابه كويس قوي. يمكن ده اللي كنا بنقوله من قبل مباراه المريخ، انه مش معنى ان المريخ ما كسبش ولا مباراه على ارضه ان احنا هنشوف منه اداء ضعيف مثلا في المباراه دي. اي فريق لازم يثبت على الاقل ان هو يستحق وجوده في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. والحقيقه انه فريق المريخ كان فايق بشكل كويس مباراة امبارح، وكان لازم ده يبقى معمول حسابه كويس جدا. ولكن انا برضو بحاول اشوف الحتة الايجابية، واحنا داخلين على مرحلة حاسمة وبنتكلم على قد ايه مباريات كتيرة قوي خصوصا الشهر ده، في مكاسب في المباراة. يعتبر انه بعد، انا عارفة انك بتبص لي مستغرب، بس انا هقول لك ايه، انه بالرغم من الاداء ده، وركز معايا، ان انت مغلوب اتنين وفي ضربة جزاء الحمد لله انها ضاعت، وان انت دلوقتي كان في انفرادين في الشوط الثاني كمان بالنسبه لنادي المريخ وما جاوش اهداف،
ان انت تطلع بعد كل ده متعادل، ده طبعا مكسب كبير جدا بالنسبه لي، ان انت تعادلت بعد الاداء ده وبعد الشكل ده، ان المباراه خلصت يا احمد 2-2، ده بالنسبه لنا كويس انك قلتي النقطه دي، لانه دي بالنسبه لي اول علامه استفهام لازم نجاوب عليها. لازم يعني لو كنا بنقيم وعايزين نطور يبقى لازم نرد عليها. ليه الاهلي في بعض الماتشات كتير في الفتره الاخيره ما بيتحركش وما بتظهرش الشخصيه بتاعته، ما بيلعبش الفرقه، ما بتلعبش بالروح بتاعتها الا لما الموقف بيتازم، الا لما بنروح للامطار الاخيره ساعتها بتظهر الشخصيه، وممكن ساعات نلحق نتعادل او ساعات نلحق نحقق مكسب يمكن متأخر شوية. ليه ده ما بيبتديش، أو ليه الروح دي أو الشخصية دي ما بتبقاش حاضرة من بداية المباراة؟ دي أول علامة استفهام. تاني علامة استفهام ودي مهمة جدا جدا، والحمد لله إن إحنا بنسألها النهاردة، لسه قدامنا أكتر من شهر يمكن على دور الثمانية، عندنا ماتشات صعبة بس هتكون فرصة للتجربة وفرصة لتطوير المستوى وعلاج الأخطاء والثغرات. لكن هو السؤال التاني اللي في غاية الأهمية واللي يقلقني أنا كواحد من جمهور النادي الأهلي قبل ما أبقى واحد من مقدمي البرامج على شاشته، هو فكرة ليه تذبذب المستوى؟ ليه الأهلي في الفترة الأخيرة ماشي على سطر وبيسيب سطر؟ ليه بنتكعبل في الدوري ونعمل اول كاس عالم بصوره ممتازه، نرجع يتعقد الموقف في الدوري، نروح دوري ابطال افريقيا نخسر من سيمبا، نرجع نتعادل مع فيتا فنكسب فيتا في ماتش هناك كويس قوي، ونرجع نتعادل مع يعني هو السؤال ليه في هنا دروب بيحصل بشكل تقريبا دلوقتي شبه متوقع؟ والسؤال هل هنقدر في الفتره اللي جايه ان احنا نعالج الاخطاء دي قبل ما نوصل لدور الثمانيه؟ ده سؤال مهم جدا لازم نجاوب عليه. علامه الاستفهام الاولى طبعا انا معاها جدا، لانه انت بتتكلم انه تقريبا من 16 مباراه النادي الاهلي ما جابش اهداف في الشوط الاول غير في 4 مباريات بس، ففعلا فكره ان انت بتفوق متاخر او بيحصل صحوه في الشوط الثاني مع بقى التغييرات، مع ان انت في موقف صعب، ده مش حابين ان احنا نبقى شايفينه دايما، لانه يعني ممكن مش دايما تقدر تلحق نفسك، دي حاجه. الحاجه الثانيه الحقيقه انه يعني من المكسب اللي كنت بقولها وده هنتكلم عليه اكتر بعد الفاصل، طبعا رجوع الحاوي وليد سليمان ده بالنسبه لنا يعني حاجه كبيره جدا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، هنتكلم عليه اكتر بس نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. برحب بحضراتكم مره ثانيه وندخل في اخبارنا على طول، واقول لحضراتكم ان الاهلي استأنف تدريباته الساعه 1 الظهر النهارده على ملعب التاتش بالجزيره استعدادا لمواجهه سيمبا التنزاني اللي هتكون يوم الجمعه اللي جايه في الجوله السادسه والاخيره من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. بعثه الفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي كانت وصلت مطار القاهره امبارح بالليل يوم السبت بعد اداء طبعا مباراه المريخ السوداني في الجوله الخامسه. التدريبات النهارده شهدت بقى مشاركه كهربا بعد غياب يمكن 32 يوم، وقرر بيتسو موسيماني ان هو يدي اللاعبين راحه من التدريبات بكره يوم الاثنين ان شاء الله قبل مواجهه سيمبا التنزاني. كمان التونسي علي معلول رجع للقاهره خلاص وتواجد النهارده في الجيم بملعب التاتش بالجزيره علشان يستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي علشان يتعافى من الإصابة في العضلة الخلفية. وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طبعا بنادي الأهلي اطمن على حالة اللاعب خلال جلسة معاه بعد ما رجع من بلاده علشان يستكمل تنفيذ البرنامج التأهيلي داخل النادي. معلول يفرق معانا، يعني اعتقد غيابه أثر بشكل أو بآخر على الناحية الشمال عندنا، وعودته إن شاء الله يبقى جاهز في أقرب فترة. كويس قوي قوي انه المواجهات اللي جايه عندنا، احنا عندنا بعد ماتش سيمبا عندنا في ابريل تقريبا في 6 ماتشات، خدوا بال حضراتكم انتوا غالبا الاهلي هيلعب كاس سوبر افريقيا في شهر 5 مع نهضه بركان وتحدد ليها انه يكون قطر، فعشان ترجع تاني يعني تاخد نفسك كده قدامك شهر، الشهر ده عندك 6 مواجهات في الماتشات المحليه، مباراه في كاس مصر و5 في الدوري، وخدوا بالكم الخمسة مش سهلين، ويوم 18 عندك ماتش الزمالك، فأعتقد إنها عشان كده بقول لكم كويس قوي إنه اللي حصل ده الشكل ده، فكرة إنك أنت تعمل مباراة أو تعمل شوط في كل الأخطاء الممكنة فتعرف تذاكر وتعرف تتعلم وتعرف تصحح وتعرف تحط خريطة للفترة اللي جاية هتتعامل معاها إزاي. عشان كده بقول الجانب المضيء أو الجانب المشرق أو نص الكوباية المليان فيما يتعلق بماتش امبارح. خليني اقول لحضراتكم بمناسبه معلول سريعا كده نشوف مين ان شاء الله يكون جاهز في خلال الفتره اللي جايه. اطمنكم الاول على حمدي، طبعا حمدي كانت اصابته حضراتكم عارفين طبعا مع المنتخب في مباراه جزر القمر،
والحقيقه يمكن دكتور احمد ابو عبله كان بيتكلم على انه حمدي ان شاء الله هيتعرض لكشف او فحص ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي، يتحدد على اساسه بقيه البرنامج الخاص ببرنامج التاهيل ورجوعه للتدريبات، وخصوصا انه مش يعني واضح انه الجهاز الطبي مجهز له برنامج خاص، يعني مش هيستنى لغايه لما يتم شفائه بشكل كامل من الاصابه، لا هيخش التمرين بشكل تدريجي بدون ما يكون في التحامات من اي نوع عشان يقدر اللاعب يرجع بسرعه. كمان محمد محمود في انتظاره طبعا، محمد محمود يرجع ويكون جاهز. على فكره محمد محمود من اللعيبه من بدايه انضمامه للاهلي الجماهير كانت حاطه امل كبير جدا عليه، وان شاء الله باذن الله الامل قائم والولد يرجع في احسن صوره. ومحمد محمود ان شاء الله نتكلم في 3 أسابيع حسب برضه دكتور احمد ابو عبله ما اكد، ويكون داخل التمرين. وكمان محمود وحيد ان شاء الله في خلال 3 أسابيع يكون جاهز للمشاركه مع الفريق. نروح بقى لنجمنا محمد صلاح اللي سجل هدف امبارح مهم في فوز فريقه على ارسنال. يمكن ارسنال ما كانش بيأدي اداء كبير في مباراه ليفربول وارسنال، والحقيقه انه كان المباراه خلصت 3-0، وبكده يكون وصل الهدف رقم 93 في مسيرته مع ليفربول خلال 150 مباراه لعبها بقميص ريدز، بالاضافه لتقديم 32 اسيست لزمايله. صلاح طبعا نجح في ان هو يكسر رقم انغي نجم ارسنال السابق اللي سجل 92 هدف بس في اول 150 مباراة ليه بالدوري الإنجليزي، لكن كمان أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في أول 150 مباراة في البريمير ليج هو ألان شيرر نجم نادي نيوكاسل يونايتد السابق برصيد 121 هدف، بيجي بعديه هاري كين برصيد 105 هدف، وبعديهم أجويرو صاحب 102 هدف، وكمان بيجي في المركز الرابع المهاجم الهولندي رود فان نيسروي مع مانشستر يونايتد برصيد 95 هدف، وبعديهم بيجي نجمنا المصري محمد صلاح الخامس في القائمة دي، حاجة تشرفنا طبعا، ودايما صلاح كل أرقامه بتشرفنا كمصريين. ما هو ده اللي أنا بقوله لك، يعني هي الفكرة إنك أنت لما بداية صلاح يتحط اسمه في ثالث سيزون ليه مع ليفربول، يتحط وسط العمالقة دول، كل اللي أنت قلتيهم كل الأسماء اللي أنت قلتيها دي تاريخ كبير جدا، شيرر، أجويرو، تيري هنري، أنري زي ما أنت قلتي بالظبط، فاكر رود فان نيسروي، قلتي مين تاني؟ هاري كين، كل دول اساطير. ألان شيرر طبعا واحد من اهم مهاجمي انجلترا ونيوكاسل يونايتد، فعشان كده بقول لك صعب جدا يروح ده الجزء الصعب في القرار انه يروح حته ثانيه يبتدي فيها المشوار، في حين انه لو استمر يقدر يكمل ويحقق ارقام ثانيه كبيره جدا. بالمناسبه اللي ما بيتفرجش على دوري ايطالي السنه دي فايته كتير، يعني الدوري الايطالي النسخ اللي فاتت كانت بهتانه شويه، كانت المنافسه فيها على القمه الى حد ما ضعيفه، وكان اليوفي مسيطر ومهيمن بشكل كبير جدا على الكالتشو. السنه دي لا، الوضع غير، منافسه ضاريه يعني القمه الحقيقه. طبعا الانتر الى حد ما مرتاح، يعني بيواصل سلسله انتصاراته في الدوري الايطالي و9 انتصارات على التوالي بعد ما اتغلب امبارح على بولونيا بهدف دون مقابل، الهدف سجله الدبابه البلجيكيه لوكاكو في الدقيقه 31. الحقيقه انتر السنه دي مع كونتي نسخه غير، واصرارهم على تحقيق الدوري الايطالي واضح جدا، نتكلم على انه متصدر النهارده ب 68 نقطه من 28 مباراه، سابق صاحب المركز الثاني الميلان ب 8 نقط رغم الميلان لعب مباراه زياده، الميلان لعب 29 مباراه. بالمناسبه بولونيا اللي خسر مباراه امبارح في المركز ال 11 برصيد 34. خد بقى عندك المركز الثاني والثالث والرابع وراهم الخامس والسادس مش بعيد على فكره، الخامس اعتقد نابولي وروما، عندك الثاني والثالث والرابع الميلان اي سي ميلان ولاتسيو واليوفي، واليوفي ليه ماتش متاخر، فالمنافسه السنه دي على يعني على اشدها زي ما بيقولوا كده، نسخه اكتر من رائعه من الكالتشيو، فكرتنا بالكوره بتاعت زمان. اللي بيحبوا منافسه في الكوره ما بيحبوش البطولات المحسومه مسبقا هيستمتعوا جدا بالفضل من مباريات الدوري الايطالي. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده لقطات من الماتش، تشكيله كمان الانتر السنه دي الحقيقه فيها اكتر من لاعب، انا اعتقد انه هيجد صعوبه شديده جدا في ان هم يحافظوا عليها السنه اللي جايه. دي طبعا لقطات من ماتش الانتر مع بولونيا اللي كسبوا الانتر بهدف لوكاكو. ومناسبة الكرة الإيطالية والكلام على الكرة الإيطالية، خلينا نروح لفصل ونرجع سكايب النهاردة عن الكالتشيو وعن فرص المنتخب الإيطالي وعن
أهم الأندية الإيطالية والانتقالات كمان في سوق الأندية الإيطالية. تفاصيل أكتر في السادسة بعد الفاصل. ايه القصه بقى في ايطاليا وليه السنه دي مختلفه؟ وهل فكره بس انه الاستثمارات الصينيه اللي دخلت على نادي الانتر هي اللي فوقته بالسرعه دي وهي اللي مخليها بيقدم عروض بمنتهى القوه وبيحتل صداره الدوري الايطالي بفارق؟ اعتقد انه مريح الى حد ما، ولكن شكل المنافسه في النسخه دي من الكالتشيو يقول انه كل شيء وارد. يعني الميلان مش بعيد، اليوفي مش بعيد، وحتى كمان لاتسيو مش بعيد. خلينا نعرف اكتر. هيكون معنا جوفاني بوي الصحفي بجريده لاجازيتا ديل سبورتي الايطاليه، ويعني هنتكلم معاه اكتر عن الدوري الايطالي النسخه الحاليه على وجه التحديد وفرص كمان المنتخب الايطالي. بدايه طبعا اهلا بيك معنا في قناه النادي الاهلي في السادسه. شكرا لكم، اشكر قناه الاهلي على استضافتي. انه لفخر لي ان اظهر على قناه بحجم قناه النادي الاهلي، فريق من أكثر الفرق المعروفة على المستوى الأفريقي وأكثر الفرق الأفريقية اللي بتفوز ببطولات، وكان عندي حظوظ كاملة جدا إن أنا أتابع الأهلي دايما وبتابع دايما المنتخب المصري، وسافرت أفريقيا وحضرت مباريات، ومبسوط جدا إن أنا موجود هنا. سافرت تونس اتفرجت على تونس وانجلترا، لكن مصر مختلفة جدا، ودايما عندي شعور جيد نحو مصر والمصريين والكرة الأفريقية في مصر. يشرفنا دايما وجودك في القاهرة أو في مصر في أي مكان. والإيطاليين يمكن بيقولوا عليهم يمكن أكتر شعوب البحر المتوسط، يعني قرب من المصريين كثقافة وكلايف ستايل وككل حاجة. فأهلا وسهلا بيك في كل وقت. خلينا نبتدي معاك من نسخة السنة دي للدوري الإيطالي الكالتشيو، اللي للأسف الشديد أنا يعني كان ليه جماهير كبير جدا في مصر، يمكن اتسحب البساط في الفترة الأخيرة شوية لصالح الدوري الأسباني والدوري الإنجليزي، لكن السنة دي بنشوف نسخة مختلفة، بنشوف منافسة قوية جدا ما تعودناش عليها في السنوات الأخيرة. من وجهة نظرك إيه أهم الأسباب اللي أدت لده؟ في إيطاليا هذا العام لو هنتكلم عن الدوري الإيطالي، سي parliamo dello sì allora بالنسبه للدوري الايطالي السنه دي، العام الماضي اليوفي كسب اليوفي البطوله التاسعه التوالي، لكن السنه دي الدنيا متغيره عشان اليوفي كمان اتغير، لان اختار مدرب لسه اول تجاربه زي بيرلو، كان اختيار مش موفق من اندريا انيلي، كمان اندريا انيلي رئيس اليوفي غامر ببيرلو، استغنى عن لعيبه كتير زي سامي خضيره، بعض اللاعبين مشوا وحاول ان هو يحافظ عليهم لكن ما قدروش يحافظوا على اللعيبه اللي كانت مديهم قوه. لكن السنه دي الانتر السنه دي بتحكم بكتير في الدوري الايطالي ومتصدر الدوري، واليوفي خزل جماهيره السنه دي، والخزلان ده جه من خروج اليوفي من دوري ابطال اوروبا اللي اثر على مستوى الفريق بالسلب، والانتر هو اللي هيكسب الدوري السنه دي. من وجهه نظرك المنافسه اصبحت محسومه، ولا من الوارد او من الممكن انه اي سي ميلان او اليوفي يدخلوا في منافسه مع الانتر على الصداره؟ الانتر السنه دي يعتبر 90% هو بطل الدوري الايطالي، فريق ماشي بخطه ثابته،
بيقدم اداء جيد كل مباراه اكتر من الثانيه، وما عندوش غير الدوري الايطالي اللي هو يقدر يقاتل عليه. فالانتر بنسبه كبيره بطل الدوري الايطالي السنه دي. المنافسه السنه دي او شكل المنافسه السنه دي يخليك تتوقع انه الانديه الايطاليه وخصوصا الانتر واي سي ميلان، ما اقدرش ابعده عن الصوره لانه برضو مقدم موسم مميز السنه دي، هل تتوقع يكون ليهم فرص للمنافسه وعوده الانديه الايطاليه بقى بقوه للمنافسه على البطولات الاوروبيه، ولا ده من وجهه نظرك يحتاج شويه وقت؟ بصوره كويسه جدا السنه دي. Penso che l'Inter, penso che il Milan, anche la Juve possano vincere. Il Milan بدأ كويس جدا، صدر الدوري الدور الأول، ما حدش كان متوقع إن هو يرجع بالطريقة دي في الدوري الإيطالي، لكن عانى من بعض المشاكل زي ما بيحصل دايما، اللي مع مدرب بيولي مدرب الميلان إنه دايما بيبدأ كويس وبيجي في النص ودايما بيلاقي معاناة. للأسف فيولي مسؤول عن تراجع مستوى الميلان، كمان المعاملة الزايدة اللي بيلاقيها إبراهيموفيتش بينه وبين زمايله، كل الحاجات دي أثرت بالسلب على الميلان ورجعت الفريق بعد ما كان بينافس بقوة على البطولة. عن فرص الأندية الإيطالية في النسخة اللي جاية أو النسخ اللي جاية من البطولات الأوروبية، من وجهة نظرك إيه حظوظهم أو فرصهم أو قدرتهم على المنافسة على تحقيق الألقاب؟ في الحقيقة الموضوع ده عامل قلق كبير جدا لجماهير اليوفي، لأن بعد تعادل امبارح في الديربي هم حسوا إن خلاص الموضوع بالنسبة للدوري الإيطالي صعب، لكن اللي هو ما يقدرش يصعد كمان دوري أبطال أوروبا فدي هتبقى شيء صعب لجماهير اليوفي والإدارة اليوفي، هيبقى أمر صعب جدا بعد خسارة الدوري. بمناسبة كلامك عن اليوفي بعد التعادل الأخير مع تورينو، كان في كلام أو بعض التقارير والأخبار اللي بتقول إنه أندريا بيرلو يقترب من الرحيل عن اليوفي، إيه صحة الكلام ده؟ وهل تتوقع إنه ده ممكن يحصل في وسط الموسم؟ أندريا بيرلو عنده فرصة وحيدة للبقاء في اليوفي هذا العام. لو فاز بكاس ايطاليا ممكن يقعد، لكن لو ما كسبش كاس ايطاليا فهيكون خروجه رسمي زي ما قال اندريا انييلي المدرب الايطالي، ان احنا فرصته الاخيره كاس ايطاليا والصعود اكيد لدوري ابطال اوروبا. طيب سؤالي اللي جاي متعلق بتحديدا انتر ميلان واليوفنتوس. اليوفنتوس في حاله عدم فوزه ببطوله الدوري او تحقيق مركز يتيح لي المشاركة في دوري أبطال أوروبا، نجومه هيبقى عندها مشكلة كبيرة وأغلبهم هيتحرك فكرة أنه يطلع برا اليوفي أو يتعاقد مع فرقة هيكون عندها فرصة اللعب في تشامبيونز ليج، وبتكلم تحديدا على ناس أو أسماء كان عليها كلام كتير زي كريستيانو رونالدو زي باولو ديبالا، ده فيما يتعلق باليوفي. الانتر تألقه السنة دي مع كونتي بيخلي انه أبرز نجومه تبقى محل اهتمام كتير من الأندية، وده برضو بيهدد فرص الانتر في الفترة اللي جاية. أتكلم معاك شوية عن الانتقالات فيما يتعلق بالناديين دول يوفنتوس وانترناسيونالي. هل احنا بنتكلم عن أفضل اتنين لعيبة مش في إيطاليا بس أو في العالم بنتكلم، لكن لا، كريستيانو رونالدو يمشي ديبالا يقعد، ديبالا يقعد كريستيانو يمشي، فما اعتقدش ان اليوفي يقدر يغامر مغامره زي دي، خصوصا ان هم خسروا الدوري الايطالي واحتمال عدم صعودهم لدوري ابطال اوروبا. لكن ما اقدرش اقول ان ديبالا وكريستيانو رونالدو ما فيش اداره في العالم او حد يقدر يفكر ان هو يتخلى عن الاثنين اللعيبه دول. ديبالا ممكن الاقرب للمغادره، لكن كريستيانو رونالدو استحاله ان هو يمشي من اليوفي ولسه الميركاتو جديد، في لعيبه كتير هم بيتفاوضوا معاهم لكن لسه هم مستنيين كاس ايطاليا. طيب فيما يتعلق بالانتر كلام كتير عن اهتمام انديه اكتر من نادي الحقيقه بضم عدد من نجوم الفريق يمكن ابرزهم لوتارو مارتينيز معاهم لوكاكو اريكسن السويدي، هل تعتقد انه انتر ميلان او انترناسيونالي قادر على انه يحافظ على نجومه، خصوصا انه اعتقد في حاله تحقيق لقب الدوري هيبقى عنده رغبه في المنافسه على
نسخة السنة اللي جاية من دوري الأبطال. القصة في الإنتر مختلفة، الصينيين ماشيين بخطة ثابتة وعندهم فكر مختلف عن فكر الإدارة الإيطالية. استحالة يصعدوا دوري أبطال أوروبا وياخدوا الدوري ويفرطوا في لوكاكو. لوكاكو خاصة لوكاكو، لوكاكو اللي بيقدم مستوى وأداء أكتر من مبهر وعامل حالة كبيرة في الإنتر، فكله بيتكلم وكله طالب لوكاكو، لكن إدارة الصينية استحالة يفرطوا فيه. لكن إريكسن بالنسبة له الوضع كان ممكن يختلف، لأن هو ما خدش مباريات كتيرة، بيلعب أحسن في إنجلترا واحتمال عودته للدوري الإنجليزي مرة أخرى. لكن لوكاكو استحالة تفريط في لوكاكو من إدارة الإنتر. الصينيين عندهم عندهم خطة وعندهم مشروع ماشيين عليه وناجحين مع كونتي، وكونتي قال عدم المساس بلوكاكو. رغم قوة المنافسة في الدوري الإيطالي النسخة الحالية نسخة السنة دي، إلا أنه أغلب وأبرز وأهم نجوم البطولة كلهم مش إيطاليين. يعني لو بصينا على أهم نجوم إي سي ميلان، إنترناسيونالي، اليوفي وغيرهم من الأندية، هنلاقي أنه نجوم الإيطاليين داخل الدوري الإيطالي مش كتير قوي أسماء يعني. ولو بصينا برضو في الدوريات الكبيرة في أوروبا هنلاقي أنه إيطاليا غايبة بقالها فترة كبيرة عن تصدير نجوم زي ما تعودنا نشوف من الكرة الإيطالية. هل تعتقد ده يأثر على منتخب إيطاليا، ولا بتشوف العكس أن المنافسة القوية بتصب في صالح المنتخب وتعزز من فرصه في بطولة اليورو؟ سؤال، بشكر حضرتك على سؤال السؤال ده. حقيقة اللي احنا عندنا معاناة بالنسبة للعيبة الإيطالية داخل الدوري الإيطالي، لكن هو ده الاحتراف. وزي ما اتكلمنا مانشيني السنة دي عامل حالة كويسة جدا مع المنتخب الإيطالي وبيكسب وماشي بخطة ثابتة، رغم أن عندنا فقر في اللعيبة الإيطالية في الدوري الإيطالي. لكن على الوجه الآخر أن اللعيبة الإيطالية في الدوريات الأوروبية عاملين أداء أكتر من رائع مع فرقهم، ودول بيدوا قوة. لكن لو حضرتك بتتكلم أن في مشكلة في إيطاليا بالنسبة للعيبة الإيطاليين الشباب كنا دائما مشهورين بيهم، لكن للأسف الفترة الأخيرة عندنا أزمة اقتصادية في إيطاليا بتخلي اللعيبة الشباب يطلعوا بره إيطاليا. ولكن إحنا مانشيني اتكلم في الصحافة الإيطالية بعد آخر مباراة للمنتخب وقال إن أنا معايا منتخب كويس وشباب كويس، لكن الأزمة الاقتصادية أنا ما أقدرش أسيطر عليها. بالنسبة لقوة الدوري الإيطالي أنا معايا مجموعة بقدر ألعب بيها، وأول ما بشوف واحد أو لاعب كفاءة بضم المنتخب حتى لو ما كانش في إيطاليا. فالأزمة الاقتصادية هي اللي عاملة المشكلة الكبيرة دي في اللعيبة. سؤال، هطلب منك تكمل اسم بعد الأسماء الثلاثة اللي بقولها من وجهة نظرك طبعا. فترة روبرتو باجيو، أليساندرو ديل بيرو، فرانشيسكو توتي، مين يجي بعد توتي من وجهة نظرك؟ صعب جدا. منتخب روبرتو مانشيني ما عندوش لعيبة كبيرة بالحجم اللي حضرتك ذكرتهم، ما عندناش توتي، ما عندناش ديل بيرو، ما عندناش روبرتو باجيو. للأسف منتخب إيطاليا ما عندوش الجواهر اللي حضرتك ذكرتها. طيب خليني، مانشيني بيعمل عمل كبير، لكن ما عندناش للاسف طيب الجواهر دي. انا عارف انك انت بتتابع ماتشات النادي الاهلي، ويمكن في حدود معلوماتي اللي جات لي قبل الفيديو كونفرنس على طول انه حضرتك حتى تابعت مباراه الاهلي مع المريخ امبارح. ايه رايك في فرقه الاهلي السنه دي؟ من وجهه نظرك ايه حظوظ الاهلي او فرصه في تكرار انجازه اللي حققه السنه اللي فاتت بفوز بدوري ابطال افريقيا والتاهل لكاس العالم للانديه؟ الأهلي فريق كبير وعظيم، وأنا بتابع الأهلي من زمان. لما كنت بتفرج على كأس العالم 90 وشفت منتخب مصر، وكنت أعرف جيد جدا مدرب المنتخب، منتخب عظيم وكرة مصرية كبيرة. الأهلي استحالة ما حدش يقدر يتابع الأهلي في تاريخ الأهلي وبطولاته.
وانا كنت مبسوط جدا بالعوده اللي عملها فريق الاهلي امبارح بعد ما كان خسران 2-0 وتعادل 2-2. كانت مباراه جميله وانا تابعتها، ودي مش مفاجاه لان الاهلي فريق كبير وعظيم وليه جماهيره، وانا بخصوصي صحفي وبسافر افريقيا كتير بستحاله ما تابعش فريق الاهلي. عن النسخه اللي احنا فيها، الاهلي قادر ان هو يكسب البطوله العاشر، عارف ان في ماتش صعب مع سيمبا الفريق التنزاني يوم الجمعه، لكن الاهلي صعد خلاص، لكن يقدر يفوز بالبطوله العاشره. جوفاني باوي الصحفي بصحيفه لاجازيتا ديلو سبورت، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا على شاشه النادي الاهلي، ونتمنى قريب جدا نشوفك في مصر. ده كان كلامنا عن الكالتشيو وعن المنتخب الايطالي. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره ثانيه، فقراتنا لسه مستمره في السادسه. برحب بحضراتكم مره تانية، واكيد عندنا وقفه مع مباراه الاهلي والمريخ امبارح، واكيد لازم نتكلم على الفتره الجايه والمرحله الجايه، وانه لازم نصحح اخطاء مباراه امبارح عشان المرحله الجايه، يعني ما فيش ابدا مساحه للاخطاء او مساحه ان يكون في خساره لمباراه لا قدر الله. واكيد اي فريق بيحصل انه بيجي مباراه ممكن يكون مش موفق فيها، بس المهم ان هو يفكر في اللي جاي، يفكر انه ازاي يصلح الاخطاء دي. هنتكلم اكتر مع النجم كابتن ضياء عبد الصمد عن مباراه امبارح وعن الفتره اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي. منورني يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن ساره، سعيد بوجودي معاك ان شاء الله. انا سعيده اكتر، وخليني اسالك على مباراه الاهلي والمريخ، لازم نبدا بيها، اللي ضمنت لنا التاهل الرسمي طبعا الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا. شايف ازاي المباراه دي؟ شفتها ازاي؟ انا عايز اقول لك حاجه، هو الى الان الناس كلها قالت ان فرقه النادي الاهلي كانت امبارح مش كويسه، مش في التوب فورم بتاعه الفرقه، لكن لو بصيتي للفرص الضايعه او اللي الاهلي كان ممكن في وقت من الاوقات انه يسجل فيها هتلاقي فرص كثيره، يعني في الدقيقه تقريبا 2 والدقيقه 3 او 4 في فرصتين للنادي الاهلي. في الدقيقه تقريبا قبل الهدف اللي دخل فينا في الدقيقه 16 في فرصه للنادي الاهلي. التايم الثاني اول دقيقه لينا فرصه تكاد تكون انفراد. بعد كده في اخطاء، ودي للاسف يمكن ظهرت امبارح قوي لبعض اللعيبه اللي كانت موجوده في المنتخب مع شويه ممكن الجو ارضيه الملعب مش كويسه. لكن اللي المفروض يتقال عليه ان احنا نقول الحمد لله انها بتيجي مش في ادوار اقصائيه اللي بيها لو لا قدر الله انا خسرت او تعادلت بس بودع البطوله، لكن بتيجي في وقت اقدر اصلح فيه اخطائي. والى الان النادي الاهلي ما فقدش بطوله او ضيع منه بطوله، وبينافس في كل البطولات وموجود في الدور ربع النهائي، يعني انت ضمنتي رسميا حتى كده كده بالظبط رسمي، يعني بغض النظر عن نتيجه الماتش الجاي ما فيش مشكله، الاهلي صاعد خلاص. في مشكله ولازم بصراحه يعني مستر موسيماني يتطرق ليها ويبدا يعالج من يوم الثلاث. نمره واحد، الخطا اللي كان ظاهر ان السرد باكين بتوعنا معظم وقت المباراه بيلعبوا على خط واحد، العمق ما كانش موجود. يعني الهدف الثاني اللي دخل في النادي الاهلي انا مستغرب له شويه، يعني واضح ان الكوره من بعيد يعني ممكن يتحضر لها، ان لازم يبقى في عمق ما لعبش على الاوفسايد، ودي اللي حصلت. اتلعبت بين الاثنين، محمد هاني بيكمل ما لحقش وجي منها الهدف الثاني. برضو التمركز في الهدف الاولاني، لو لاحظتي الهدف الاولاني جه ازاي، انا شايف اثنين لعيبه من المريخ السوداني في حراسه خمسه من لعيبه النادي الاهلي. ده حتى عجب اللي جاب الجول طالع في وسط الاثنين في حراسه، اشتركوا بس مش الاشتراك اللي بيه يمنع هدف. فدي بصراحه مشكله. الوقت دوت لازم فعلا بامانه نلعب على التمركز الدفاعي كويس جدا، نزوده شويه. مستر موسيماني يعني يزود حته التخصص شويه في الكرات المرتده او في الكور العاليه، في التمركز وقفه اللعيبه، حتى الترحيل العكسي بالنسبه للباك رايت لو الكره ناحيه الباك الشمال او الباك ليفت، والعكس صحيح بالنسبه للباك ليفت لو الترحيل بتاعه من الباك رايت. السرد باكين، الديفندر اللي بيرجع يغطي، الكلام ده كله انا شايف ان هو المفروض ان هو يعني يشتغل عليه وبقوه، وما تكونش فتره او وحده تدريبيه في جزء من التمرينه كلها
لكن لازم ياخد وقت طويل شوية، يعني عنده 3 و4 وخميس يقدر يصلح الوقفة دي، لأن الموضوع دوت في الأدوار بقى الإقصائية هتبقى صعبة جدا. اه طبعا علينا. فأتمنى يمكن كنا بنتكلم انه مش حلو انه نبقى دايما سايبين كل حاجة لحد آخر وقت، انه او الشوط الثاني، انه لا، من بداية المباراة تبقى انت ضاغط وبتجيب أهداف. بس أنا عايزة أسألك سؤال يا كابتن، يعني دلوقتي أنت شايف أسباب الظهور بالأداء ده كانت إيه؟ يعني أنت بتتكلم على تقريبا تشكيلة نفس تشكيلة مباراة فيتا كلوب اللي أنت قدرت تكسب بيها 3 وأديت بشكل كبير قوي، كلنا كنا يعني سعداء بنقول هو ده اللي احنا الشكل اللي عايزينه وقت ماتش فيتا كلوب. بص يا ساره، هقول لك حاجه، مش عشان العب بطريقه سي 4 2 3 1 مع فيتا كلوب وانجح فيها الاعب المريخ بنفس الطريقه. بمعنى قفشه لو كان واضح امبارح يعتبر الاهلي بيلعب في بعض الاوقات والكوره بيهاجم يعتبر 4 2 4. قفشه متطرف، اجايه متطرف، وجود مروان محسن وشريف. تمام كده؟ لما تتقطع الكره المفروض قفشه بيبقى ليه دور دفاعي، ده المفروض مع السوليه ومع يانج. وبينزل المفروض الطرف الثاني اللي هو اجايه بيبقى في الدفاع المفروض 4 4 2 لما الكره بتتقطع مننا وبندافع. قفشه كان فاتح واجايه كان فاتح، فمش شرط ان الاثنين الطرفين دول يأدوا كويس. قفشه من نوعيه اللعيبه اللي بتظهر قوي لما بتبقى تحت الفراوده. لكن لما بيبقى متطرف بتحس ان هو امكانياته محدوده شويه، يعني هو عمل اوفر جول الثاني وعمل واحده ثانيه برضو لمروان او لشريف انا مش فاكر، لكن طول المباراه مش هستنى كره او اثنين. فمش شرط ان انا اكون مع فيتا انجح بطريقه العب بيها مع فرقه ثانيه بنفس التشكيل واقول برضو مستني المردود بتاع التشكيل دوت يبقى نفس مردود الماتش اللي قبليه. طب هل ممكن نقول كان في كمان اجهاد ذهني او بدني باين على اللعيبه؟ المريخ عنده كام بونت وهو بيلعب الاهلي؟ كان عنده بونت بالظبط، صح كده؟ ممكن يبقى الضغط عنده اكتر من الاهلي. الاهلي ممكن يكون مش هنقول نازل يعني حاطط في دماغه ممكن هيصعب خلاص، ممكن الحته دي مع شويه الاجهاد والسفر والملعب، والحته دي مش صح ابدا يعني لما بتحصل. اقول لك حاجه بقى، لو ده كان حقيقه مش في النادي الاهلي بس، ده بيعتبر في المصريين كلهم او في اللعيبه المصريه كلها، ان ممكن اكون حاطط في دماغي ان انا سهل قوي ان انا يعني اعدي. اه بالظبط، ممكن ارضيه الملعب مش كويسه، يعني ما كانتش كويسه بالشكل المطلوب طبعا. نمره اثنين، ممكن الجو او الرطوبه اللي موجوده هناك او زي ما انت بتقولي مثلا لسه ماتشات منتخب راجعين وفي اجهاد وذهني وبدني وفني وفكري برضو. عايز ادي، عايز اكون موجود، عايز العب ماتشات كتير، عايز يتعمل ريكورد كويس بالنسبه ليا كلاعب لعبت عدد مباريات كبيره. في حاجات كتير جدا، عوامل كتيره الادرى بيها، واكتر حد ممكن يقول لك عليها فعلا الجهاز الفني. يعني انا ممكن اشوف من في شاشه التلفزيون ان الاهلي بيأدي بشكل معين، بس ما وراء الشاشه ما حدش يقدر يعني يدي الصوره كامله وصحيحه غير الجهاز الفني. ودي للاسف يا كابتن ساره معظم التعليقات اللي بتشوفيها او الكلام اللي بيتقال في الميديا يعني للاسف ده يعني غير صحيح تماما. بيشوفوا حاجه صوره غير مكتمله، للاسف صوره غير مكتمله. ممكن انا اقول للدنيا كلها انا كان لازم وليد سليمان مثلا ياخد الطياب من اوله، او اقول مثلا لا ده انا محتاج ان طاهر كان لازم يبدا. طب انت عارف طاهر يعني متاخر ليه مثلا؟ ممكن انا حطه عشان انا لظروف معينه في دماغي انا شايفها بطريقه معينه، بعد كده يقدر يحل لي لغز، يحل لي جمله، يعمل لي شغل كويس في وجود سين وسين وسين ايا كان مين هو. لكن اللي مش بيزعل، اللي بيضايق اي حد ان الحكم على اللعيبه يكون من خلال الشاشه مش من خلال الملعب والرؤيه الصحيحه للجهاز الفني. فانا شايف ان اللي كان واضح لينا ان الملعب كان مش كويس، ان الـ 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 الارهاق كان واضح جدا في حته بقى عدم الالتزام الدفاعي. لما الكره بتتقطع من النادي الاهلي كنا بنسيب مساحات كبيره جدا 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 بين 3 خطوط. فما كانش طبعا هم واخدين على الـ على الـ على الـ على الملعب، واخدين على الجو دوت بدنيا، هم كانوا كويسين وجاهزين. يعني الحته دي لو كان الاهلي التزم بيها في التايم الاولاني
كان فرق كتير جدا 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 معانا نتيجه التايم الاولاني، وكنا في التايم الثاني كنا ممكن كان بالنسبه لنا ضربه الجزاء اللي ضاعت يا كابتن هي دي مربط الفرس. دي بالظبط دي مربط الفرس. برافو عليك. صح قوي بالنسبه للمباراه. صح صح صح. انت لو دي كانت جت ما تضمنش نتيجه المباراه كانت لا كانت ممكن تبقى. برافو عليك. انا كنت لسه اقول كده 3 غير 2 وبعدين صح. يعتبر بلغه الكوره بقى لا ده خلاص المريخ ركب الايه المباراه ركب خلاص ده ركب خلاص 3-0 في انفرادين في اول الشوط الثاني بالظبط للمريخ فانت أيوة. 5 يعني لا ده الشناوي لا ده في كوره اتلعبت اللي هي 1 2 دي 1 تاتش 1 2 دي صعبه قوي بصراحه دي صعبه على النادي الاهلي. انت لو تلاحظي لمده 35 دقيقه الاهلي يدخل فيه هدفين دي مش ما بتحصلش كتير. بس انا برضو هنا لازم اقف عند حته انه بالرغم انه الاداء ما كانش كويس ابدا لانه برضو النادي الاهلي عنده حته انه ما يعني ما بيخسرش قدر ان هو يرجع في النتيجه. انت شفت الجون الثاني جه ازاي؟ خدت بالك؟ خمسه من لعيبه النادي الاهلي او سته على الكوره. ايوه احنا لازم خمسه او سته هذا. يعني انا دي عجبتني جدا روح هي دي الروح بقى بتاعت الاهلي بالظبط. خمسه او سته طالعين لو ما عدتش من فلان هتلاقي فلان لو ما عدتش من فلان هتلاقي فلان. لا حاجه غريبه يعني فعلا يعني انا ببص سته طالعين خمس او سته طالعين عايزين يجيبوا جول والله ما كانت تعدي يعني قفش هو بيعملها انا متاكد انه بيقول مستحيل يلاقي العدد اللعيبه ده في المكان ده صح. لكن برضو توفيق ربنا كبير. احنا برضو في التايم الاولاني اول دقيقه كان ممكن انفراد ونجيب جون وتعادل كانت النتيجه عندك لسه 40 دقيقه او 42 دقيقه تعوضي كانت النتيجه ممكن تتغير. لكن شكل الاهلي انا بقول فعلا في اخطاء كتيره سهل جدا ان احنا نتداركها. مهم يا كابتن ان الاخطاء دي جت في الوقت ده يعني قبل ما انت داخل على المراحل بقى الحاسمه بقى داخل على ربع النهائي الاقصائيه يعني انت دلوقتي في مرحله تقدري ايوه بتصلحي. انا مش في مرحله اقصائيه اللي هي انا وكنت تعادلت امبارح او خسرت بقول خلاص شكرا والسلام عليكم خلصت صح. او اتحط تحت ضغط. لكن انا دلوقتي بالنسبه لي لا عندي فرصه كويسه جدا حتى خلال المباراه الجايه دي طريقه لعب ويا ريت يا ريت يعني نركز شويه على طريقه احنا بنجدها. هي طريقه اللعب كابتن ساره بتتحط على اي اساس بالنسبه للمدير الفني؟ على حسب الكواليتي بتاع اللعيب اللي معاكي. انا بشكل اللعيبه اللي معايا تنفع ايه بالظبط؟ بهاجم على الاطراف رايحين جايين على طول بدني بتاعهم كويس اقوياء راجل بيلعب بالشوتين بتاعه كويس راجل بصير كويس راجل بيوصل كويس بيعمل اسيست كويس فرويد بيتحرك كويس جدا فرويد محطه فرويد بيشوط على الـ على الـ على الـ على الصفات دي انا ببدا احط شغلي واحط طريقتي. لكن انا زي ما قلنا مع فيتا غير مع المريخ غير مع سيمبا ده الطبيعي المفروض ما ينفعش الطريقه دي والطريقه دي والطريقه دي. انا كمدير فني كنت بلعب ممكن في بعض الماتشات بلعب 4-3-3 وبعض المباريات اللي انا عايزه من المباراه دي ايه واللي والفرقه اللي هتلاعبني عناصر القوه والضعف اللي فيها بتتطلب العب بفرودين العب بفرود واحد العب بجناحين العب ببلي ميكر. طب ايه تقييمك للتغييرات يعني شايفها موفقه بنسبه قد ايه؟ يعني هقول يعني لما لو هتبص للنتيجه من 2-0 2-2 هقول بنسبه 70-80% هي كويسه ودليل ان طاهر حريف والكنترول بتاعه كويس جدا جدا على الكوره جاب ضربه جزاء يعني دي تتحط يعني حاجه كويسه وفي نفس الوقت هو استفاد من التغييره. لو قلنا كان بدرنا شويه كنت ممكن على فكره لو طاهر نزل بدري شويه عن 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 التوقيت اللي نزل فيه ما كنتش ممكن تاخدي منه. لان في بعض اللعيبه بيقروا المباراه وانا قاعد بره بقرا المباراه وببص ايه اللي محتاجه الملعب او ايه اللي اخطا فيه الـ 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 يعني زميلي وانا موجود او اللعيب اللي موجود مكاني وابدا اصلحه لما بغير. ففي بعض اللعيبه ما ينفعش انها تبتدي من اول مباراه ما تاخدش الـ 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 يبقى اساسي في الفرقه لازم يقعد شويه يهدى وجو المباراه يعيشه وبعدين ينزل يادي في الـ في المباراه. فانا بقول التغييرات ممكن بستين 70% انا شايف انها مش وحشه كويسه. وليد لما نزل برده بقى في ليدر انا وليد كنت بتكلم ان وليد من مكاسب المباراه عودته وجوده طبعا انه مهم جدا كمان قبل الفتره اللي جايه يعني الفتره الحاسمه اللي احنا داخلين عليها في مباريات كتير على مختلف البطولات. ازاي بقى شفت مشاركه وليد سليمان وعودته؟ وليد ليدر وليد خبره قائد وليد طبعا وليد في نفس الوقت عنده من الخبرات الافريقيه والمحليه والدوليه اللي بيه لما يبقى موجود في فرقه انه يقومها الروح بتختلف. وليد وجوده وعودته من خلال مباراه المريخ على ما اعتقد
مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي، وعلى ما اعتقد ممكن ياخد فتره اطول في ماتش سيمبا اللي جاي، بحيث ان هو يعني يبقى لياقه المباريات عنده تبقى عاليه شويه، لان مهما كان اللاعب بيتمرن وبياخد مباريات وديه مش هتبقى زي الماتشات الرسميه اللي بتتحسب ب 3 بونت بنسبه 100%. ففرصه كويسه ان ماتش سيمبا دوت اشتغل على العناصر اللي عندي. وليد ممكن، مش هقول يبتدي، لكن ممكن ياخد فتره اطول شويه في المباراه القادمه، ويحاول بقدر الامكان يثبت تشكيل. انا شايف دي نقطه مهمه. انت شايف انه صح ان مستر موسيماني الفتره اللي جايه يثبت التشكيل، ولا انه انت عندك ضغط كبير فانا لازم يعني يكون كل مباراه بقى بتشكيل مختلف بعناصر مختلفه؟ الانسجام ما بيجيش غير من ثبات التشكيل. خلينا نتكلم بصراحه شويه. انا علشان يبقى عندي انسجام واعرف الطرف اليمين اللي جنبي واللي بيلعب قدامي واللي بيلعب ورايا ونوعيه اللعيب اللي جنبي، يعني الميزه او المميزات بتاعه اللعيبه اللي جنبي بتفرق كتير جدا من كتر اللعب مع بعض. يعني الانسجام فعلا ما بيحصلش غير من الثبات. مستر فايرر لما جه هو اللي عامل الروتيشن الكتير لكل انديه مصر، بس هو كان بيعمله بشكل تاني. الجاهزيه للعيبه كلها، التحضير للعيبه كلها، دي حاجه كويسه جدا 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 جدا. ما بقولش لا، ما بختلفش، بقول كويس قوي ان يحصل روتيشن كويس، تدوير للعيبه، ان كله ياخد احساس المباراه، ان كله ياخد ال 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 عشان اجهاد ما يحصلش، فكله ياخد ال 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 المباريات، بحيث ان لو المشكله حصلت في لعيب او في اتنين يبقى عندي البديل الكفء، او مش هنقول بديل، يبقى اللي بيغير مكانه جاهز، ده بيلعب وده بيلعب. ممكن الفتره دي ما تبقاش فتره الروتيشن اللي كان عملها مستر فايرر مع النادي الاهلي في وجود ولايته كمدير فني مع النادي الاهلي. مستر موسيماني انا شايف ان الفتره اللي جايه دي بقى يعني اضيق 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 الحدود، لازم يبقى عنده يعني هنقول عمود فقري للفرقه، 6 7 8 ما بيتغيروش الا لا قدر الله اصابه، ايقاف، حاجه، اجهاد لا قدر الله. ويمكن انا برضو ما ينفعش اقول اجهاد، لان النادي الاهلي ما ينفعش معاه إجهاد، كلمه اجهاد ديت، لان النادي الاهلي كل اللعيبه اللي عنده ما فيش بديل وفي اساسي، كل اللعيبه اللي عنده النادي الاهلي المفروض الكواليتي بتاعته كلها واحده. وانا ضد اللي يتقال ان النادي الاهلي فلان كان مصاب فما كانش بيقوم بنفس الدور البديل بتاعه، لا انا ضد الكلمه دي خالص مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مش كلامي يا كابتن ساره، لا كلام النادي الاهلي لا هو مدرسه. أكيد. النادي الاهلي ما بيختارش غير اللعيبه القادره على التحمل خلال فترات الموسم، لان اي لعيب بيجي النادي الاهلي معروف بيلعب دوري وبيلعب كاس وبيلعب افريقيا وبيلعب منتخب وبيلعب وبيلعب، فبيحارب في 4 جهات، فلازم الكواليتي اللي جايه للعيب النادي الاهلي بتبقى كواليتي خاصه، كواليتي عاليه جدا جدا جدا، والمفروض ان هو يقدر يستحمل المشاركات في الموسم دوت. فانا شايف ان موسيماني الفتره دي خلاص احنا بنقول بقى مش عايزين درجه اقصائيه، انا شايف ان الفتره دي يثبت فيها تشكيل، حتى لو هنقول من ماتش سيمبا انا ما تفرقش كتير معايا، هيلاعب فرقه كويسه، فرقه كويسه جدا جدا، فرقه عندها 13 أيا كان بول. مين التشكيل ده يعني ده اللي حضرتك تقصده؟ انا بصي طيب لو بتكلم على الهجوم من وجهه نظرك مين افضل من يقود هجوم النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ يعني مش هقول بواليا، انا شايف ان مروان محسن برضو خطر، انا مقتنع جدا بمروان محسن على فكره، يعني هو خطر على مرمى الخصم، يعني او بيقدم بيحدد مرمى الخصم، ما هو شاط كوره اللي طلعت دي، لو دي لو ربنا وفقه فيها كان مروان اترفع في السماء. الكوره اللي جات له دي من قفشه واحده، والثانيه دي كانت في الدقيقه تقريبا 13 او 12 حاجه كده، الكوره دي لو جت فعلا كان مروان بقى اترفع في السماء. مروان بيأدي كويس جدا، مروان عارف واجبات مركزه كويس قوي، وفي نفس الوقت بيأدي يعني بشكل بثقه، ولما بيهدف الثقه بتزيد اكتر، ما بيهدفش يعني ما اعتقدش ان السوشيال ميديا اللي بتجيب مروان او بيتكلموا على مروان او يقولوا مروان او مروان، لا مروان من احسن الفراوده اللي موجوده في مصر. والدليل يا كابتن ساره بقول لك ان اي حد مسك النادي الاهلي ومسك منتخب مصر خلال 2 أو 3 مروان محسن كان بيبقى نمره 1. مش معقوله كل الناس دي
كل الناس اللي مسكت النادي الاهلي مش معقوله هيبقوا متفقين على حاجه احنا مش شايفينها. لا مروان كويس، بواليا مش 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 وحش، بواليا كويس، شريف شريف هقول لك حاجه، محتاج خبرات اكتر في 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 البطولات الافريقيه. شريف لعب كويس، لكن في كورتين امبارح لو بخبرات مروان، لو جم لمروان اللي جم لشريف جم لمروان انا على ما اعتقد كان خلصوها، كان مروان خلصهم. ده مش يقلل من شريف اطلاقا، لا انا اصلي المباريات الافريقيه والضغوط الافريقيه بتختلف كتير جدا عن الدوري المحلي او تعالي كاس او دوري. لكن انا شايف ان مروان عنده من الخبرات اللي تخليه فعلا فعلا ممكن يبقى هو نمره واحد. بس متهيألي شريف عنده بيعرف يتعامل مع الضغط، يعني حتى في مع المنتخب برضو كان بيأدي كويس وجاب هدف يا كابتن. والنادي الاهلي متهيألي كل مباريات اللي شارك فيها محمد شريف كان أنا مش لو ما جابش اهداف. لا لا انا عارفه انا عارفه، انا بس بقول لك يعني بتناقش معاك بنشوف الرأي. انا شايف ان ممكن يعني ما اعرفش برضو، بس موسيماني دي بتاعته هو بتاعت الجهاز طبعا مش بتاعتي انا، لكن انا شايف ان 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 شريف ما يبعدش، يعني عارفه انا بحب اقرب لعيب واديله ثقه، بس يكون مثلا بديل في وقت حاسم. بالظبط، برافو عليك. وبديل ولازم يشارك. انا بحاطط في دماغي انا لو عايز اقرب لعيب او اديله ثقه او اديله خبرات في بعض المباريات مش ببعده. اللي بيه لا ما فكرش فيه، لا ده انا بحطه حتى لو احتياطي ببقى حاطه وحاطط في دماغي التوقيت اللي فيه ادفع بيه. خلي بالك دي بترجع لحاسه المدير الفني او للجهاز، يعني انا 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 ممكن لو شريف موجود معايا وانا ماسك نادي الاهلي لا انا هديله امتى دي بتاعتي. امتى دي بتاعتي انا، دي بقى انا اللي اقدر احسها، حتى بيبان الكلام ده من التمرين، اكيد بيبقى باين من التمرين. فانا شايف ان أكيد. ممكن يعني مروان ممكن هو اللي يبقى نمره واحد برضو الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني كلام كتير قوي مع كابتن ضياء عبد الصمد، بس بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مره تانية، ولسه معايا كابتن ضياء عبد الصمد، وكنا بنتكلم فهل غياب او وجود ايمن اشرف مكان علي معلول اللي كان غياب للاصابه عامل حاله من عدم الانسجام بين ياسر ابراهيم وبدر بنون؟ زي ما اتفقنا ممكن فعلا تكون دي، يعني زي ما اتفقت قلت لك في الاول ان الانسجام بيجي من ثبات التشكيل. فحته ان علي معلول غايب وايمن بيلعب مكانه فدي ممكن برضو تبقى مصاره شويه على بدر الماتش اللي فات دوت. واللي مستغرب له بامانه الماتش اللي فات ضربه الجزاء، يعني ضربه الجزاء دي يا بنون يعني انت رايح غلط. اولا هو رايح مقابل غلط، الراجل معدي هو بره والراجل اللي جوه، فالراجل معدي لجوه هو اللي لازم، هو اللي لجوه واللي عدى منه ده اللي هو بتاع المريخ لاعب المريخ اللي لبره وبنون هو اللي لجوه. لقيت العكس، انا يعني لقيت بدر طالع بره والراجل داخل جوه على يقابل الشناوي. فطبعا كان لازم طبيعي الطبيعي هو عينه مش على الكوره وكان شكله حاسس ان هو برده مجهد. مش عارف يعني ضربه جزاء يعني هقول غشيمه جدا للاسف. والحمد لله ان هي دي ما جاتش، لان لو كانت زي ما اتفقنا قلنا ان هتاثر على المباراه بنسبه كبيره. في حته الانسجام دي ممكن بنسبه كبيره انها تبقى موجوده، زي ما كان بيتقال ان محمد هاني ومعلول بيطيروا الاثنين بيطيروا الا لما بيتحط بقى عليهم سبوت انتوا لازم تثبتوا، ويا اما واحد فيكم ثابت يا اما الثاني بيبقى بيكمل في الهجمه. لكن الاثنين بيطيروا كان بيتلعب من وراهم، ويتقال ان مثلا علي معلول دفاعيه مش كويس قوي او محمد هاني دفاعيه مش كويس قوي، لكن بيهاجم كويس لانه عنده جرأة. التغيير في الحتة دي واللي أنا ما بحبوش، يعني المفروض إن مركز السردباكين دول ما بيتغيرش كتير. ده قلب فرقة، عصب فرقة. سردباكين ديفندر مثلا دول مركز دي أو الحتتين دول بيبقى صعب قوي جدا التغيير، أو الأربعة لورا لما بتغيري الميزان بيختل. أنا 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 مع حضرتك إن ممكن فعلا عدم وجود معلول وايمن اشرف موجود مكانه في حته باك ليفت ممكن تاثر شويه على الانسجام بين الاربع باكات في المباراه. يعني طيب كابتن فدي تبقى أنا صعبه شويه. ماشي، انا عندي يعني رايي عايزه اقوله، حابه انك تقولي يعني انت متفق معايا ولا لا.
كتير من لعيبه النادي الاهلي امبارح ما كانوش موفقين، وده بشهاده موسيماني يعني، مش انا اللي بقول، وانه كتير من اللعيبه ما لعبوش كويس في المباراه دي، ولكن مش حابه ان في يعني ان احنا نقصه وعلى اسماء بعينها. يعني مثلا بدر بنون من ساعه ما جه النادي الاهلي، والحقيقه احنا شايفين من الراجل اداء رائع يعني وكبير جدا من اول مباراه لي اللي هي كانت نهائي الكاس، والحقيقه يعني دايما خلاص مطمنين ان بدر بنون واقف في الدفاع. محمد هاني خصوصا بعد مباراه بايرن ميونخ وشفناه وهو بيلعب اتقل لعيبه، بيلعب عليه اتقل لعيبه في العالم، احنا بنتكلم على بايرن ميونخ اللي هو افضل نادي في العالم. امبارح كان في برضو قصف شويه في الانتقاد بالنسبه لمحمد هاني، وارد ان يبقى يعني مهما كنت انت لاعب كبير ان انت تبقى مش موفق في يوم، فمش حابه ان يكون في مثلا في الانتقادات، وانا بقرا يعني ناس بتقول ايه التعليقات وكده، يكون في قصف شويه على اللعيبه. حاسك مش متفق خالص. لا بالعكس، ده انا معاكي قلبا وقالبا. الطبيعي ولكل جواد لما نقول كبوه. وبعدين انهي لعيبه او انهي فرقه في العالم بتفضل على طول بتكسب او بتتعادل او ما بتخسرش؟ مستحيل. برشلونه خسر 7، برشلونه في وقت ما خسر 7، برشلونه كان برضو في بعض المباريات انهي 7 دي؟ خسر 7 من بايرن على لا 8 8 طيب 8 لو سمحت. طب يا ساره خلاص اعديها، مش مشكله. ايه المشكله؟ 8 سكور اعلى. طب ينفع فرقه زي برشلونه تخسر 8؟ لا طب يعني هاتي اكتر الناس المتشائمين ويقول لك برشلونه يخسر 1 2 3، صح، لكن 4 دي صعب، 5 8. لا وميسي كان بيلعب، يعني ميسي كان في الملعب. ما لسه بقول لحضرتك اهو، ايه بقى لما بدر بنون او هاني؟ انا قلت دلوقتي بدر ما كانش في حالته، يمكن بقى وكلنا متفقين على ده طبعا، ده طبيعي. وانا بقول لك ايه، احنا بنحمد ربنا ان ده ما جاتش في الادوار الايه الاقصائيه، صح، اللي هي اطلع من 8 اللي قبل النهائي ولا الكوارتر اللي بعديه. جرس انذار كده، تحس المباراه دي ربنا جرس انذار. انا بقرص ودنك واقول لك خلي بالك. فدي طبعا ده طبيعي، ده طبيعي جدا جدا. طب ما هو ديانج ده يا جماعه حد يعني يعترض عليه ان هو ديفندر مش كويس؟ ده مستحيل مستحيل. السوليه ما بيأدي، انا 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 من فتره كبيره بقول ان السوليه بقى عصب 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 النادي الاهلي. السوليه لما بيكون كويس النادي الاهلي كله بيبقى كويس. السوليه لما يعني بيدافع كويس وبيهاجم كويس وبيشتغل، السوليه بقى خلاص بقى حاجه ثقيله جدا في النادي الاهلي. فطبيعي ان انا لازم يبقى ليا يوم مش بتاعي. ايه المشكله؟ هو انا فعلا هو انا بقصوا عليهم بقول انتوا مش لعيبه كويسه؟ واللي بيقول كده ده ظالم، واللي بيقول كده يبقى مش بتاع كوره. هو انت مستني من لعيب يلعب بطوله كامله ودوري ومنتخب وبطوله تانية بتاعت افريقيا عايز ما يقلش عن 9 من 10 ولا 10 من 10؟ ده مستحيل يا صاحبي، مستحيل. مش في الكوره، لازم يبقى في يوم عالي ويوم مش موفق، مش يومك. وده الطبيعي في كل العالم، من احسن لعيب في العالم لاقل لعيب لازم يبقى ليه يوم ومش يوم. هم للاسف ان الفتره دي كان في 4 5 لعيبه فعلا غير موفقين. في تحركات، في تمركزات، في طب مين اكتر لاعب لفت انتباهك وكان مؤثر في مباراه امبارح؟ يعني انا هقول الشناوي، من اكتر اللعيبه، وياسر. يعني برضو شايف ياسر ابراهيم، انا شايف ياسر برضو كان كويس. الشناوي مستواه ثابت ما بيتغيرش كتير. ياسر بيحاول وبيجتهد وربنا كرمه وجاب جول. لا يعني يعني مش عايز اقصه برضو، لان انا واحد من الناس، انا راجل بتاع كوره وماسك فرقه وبمرن فرقه ولعبت كوره، فطبيعي بالنسبه لي ان انا الاقي الباد لك بتاعي لخمسه سته، ودي الحظ الوحش النادي الاهلي ان الخمسه سته دول كانوا كلهم في يوم واحد او غير موافقين في ماتش واحد. لكن انا شايف ان ده طبيعي. ده اللي خلى بعض الناس تقول انه يمكن كان في زي ما قلنا في الاول يمكن انه استهانه شويه بالخصم، او انه انا شايف ان انا كده كده هتاهل، او انه الخصم ده ما قدرش يكسب اصلا ولا مباراه على ارضه. بس ما اقدرش اجزم بده، يعني انا ما اقدرش اقول ان ده الجهاز الفني هو اللي يحكم كان ايه السبب، بس قصدي بنقل شويه من بعض الناس كانوا شايفين وجهه النظر. وارد. بص يا كابتن ساره، في بعض اللعيبه في بعض المباريات على ما اعتقد يعني بتاخده ال 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 المباراه لانه يتفرج عليها.
هتقولي لي يعني ايه اتفرج عليها؟ وهو في المباراه بيتفرج. انت لو لاحظت بقولك الجول الثاني، ركزي بس شويه في الجول الثاني او في الجول الاولاني، لا مش ده النادي الاهلي. ايوه فاهمك. التمركز وحش قوي. واضح جدا الكره لونج باص طويله من قبل الملعب، نص الملعب ب 10 متر وبتتلعب طويله، الراجل بيطلع في وسط الاثنين، مستحيل مستحيل انا اشوفها يعني على النادي الاهلي. اثنين واثنين بيلعبوا ضمان كويس، الاثنين بيلعبوا ضمان كويس، انا مستغرب. صح. العجب ده ازاي في وسط الاثنين يطلع ويوجه ده حاططها دي مش بدي كمان، ده يعني ده 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 ده, ده, ده يعني في توفيق كويس قوي. وفي نفس الوقت لو مشاركه بنسبه 30% كانت ممكن ما يلعبهاش بالقوه دي، لكن انا شايف ان انها كانت يعني غلطه. وفي نفس الوقت بقول لك ان الاثنين استدباكين في الجول الثاني بيلعبوا على خط واحد، مفيش عمق. ايوه وهي دي المشكله، انا مش بلعب اوفسايد، العمر النادي الاهلي ما بيلعب الاوفسايد. طيب احنا اتفقنا انه اللي حصل ده حلو عشان الفتره اللي جايه طبعا، والمهم اللي جاي خلاص المباريات طبعا اللي جايه. مباراه سيمبا يوم الجمعه وانت خلاص اتاهلت، شايف ازاي المباراه دي وايه مدى صعوبتها ومدى اهميتها بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا هي مدى اهميتها بالنسبه لي انا ان اشوف الطريقه اللي هلعب بيها الادوار الثانيه شكلها ايه ومين اللي هلعب بيهم، مع عدم الوضع في التركيز او في دماغي ان فلان هيزعل وفلان يتشاف اطلاقا او مشاركه. انا هشيل قلبي واشيل عواطفي وجوارحي كلها واقول انا هلعب بالفرقه دي عزائي دي اللي هبدا بيها. هتقولي طب والاجهاد؟ مفيش حاجه اسمها اجهاد عند الاهلي خلاص. انت بالك النهارده اتمرنا، النادي الاهلي رجع امبارح اتمرن، بكره واخد راحه يبدا بقى عندك. لا ده احمال. انت من كلامك ان انا ماتش سيمبا ده هلعبه بالفول تيم بتاعي. الفول تيم انا شايف انا مفيش حاجه اسمها ان انا العب اللي كانوا ليه؟ مرتاحين ليه؟ ناصر ماهر اكرم او علشان ثبات التشكيل بيخلي فيه انسجام وفي 13 بونت صح كده. فانت بتتكلم في انا بلاعب فرقه قويه. هو بقى سيمبا عايز يغير، هو كده كده صاعد بالنسبه له، يحط فرقه يريح فرقه اساسيه دي بتاعته انا ماليش دعوه. بس انا هلاعب ند قوي، هلاعب فرقه محترمه، هلعب فريق ليه شكل، وفي نفس الوقت انا عايز اتاكد من اللعيبه اللي عندي والطريقه اللي معايا ان اللعيبه دي هتقدر تستوعبها ولا لا. فهي بروفه كامله. انا شايف كده. انا لو ضياء لا انا بامانه هلعب بالفول تيم بتاعي. مش مساله ان انا مش هريح، عندي شك في عضله، عندي شك في ارهاق، عندي خلاص. لا دي حاجه ثانيه زي ما اتفقنا بالظبط ان انا ما اخسروش في ماتش انا نتيجته مش هتاثر عليا في حاجه في ترتيب ليا. طب هل المباراه دي تعتبر صعبه بالنسبه للنادي الاهلي؟ صعبه عليه؟ لا بالعكس. صعبه ايه صعوبتها؟ ايه مدى صعوبتها؟ ايه مدى معلش ما انا لو اتكلمت ايه مدى صعوبتها؟ ان اخسر؟ طب ما اخسر. على فكره بس ده مش مع النادي الاهلي. ممكن حد يجي يقول لك ايه انا مش هلعب بالفول تيم. خايف على النتيجه. واخد بالك الصراحه؟ انا معي. مش هلعب بالفول تيم وهجرب احط مثلا عشان لو خسرت اقول انا بعمل ايه؟ انا بجرب. صح. ما انا عايز اشوف وعايز اخد قرار نهائي في بعض اللعيبه مع الموسم الجديد. موسم جديد ايه يا عمي؟ لو من دلوقتي دعم، انا بقول لك عايز دعم من دلوقتي. ايه المشكله؟ النادي الاهلي ما عندوش الكلام دوت. النادي الاهلي بياخد قرارات، النادي الاهلي بيفكر في بطولات، وزي ما بقول لك اللي بيجي النادي الاهلي لازم يبقى جاي عارف انه بيشترك في بطولتين او ثلاثه على الاقل، يعني كاس عالم انديه، منتخب مصر، دوري، افريقيا، كاس، خمس بطولات. تمام. طيب في ربع النهائي النادي الاهلي هيواجه احد الفرق التاليه، سان داونز الجنوب افريقي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، تفضل ان هو يقابل مين وليه؟ على فكره هم اللي ما يتمنوش يقابلونا. بالظبط. يعني هقول يعني ده كلام موسيماني على فكره، قال لك ان اي حد ما يتمناش يقابل النادي الاهلي. وعلى يعني فكره ده كلام منطقي. واي حد عارف قيمه النادي الاهلي وعارف تاريخ النادي الاهلي وعارف اسم النادي الاهلي يعني انا شايف ان ممكن يعني سان داونز ممكن يبقى ممكن العب سان داونز. يعني يعني لو قلت ان سيمبا كفريق افريقي ممكن يبقى قريب منه شويه، شمال افريقيا ما اعرفش يعني ما بحبش اقابلهم كتير. اذا كان بقى من طريقه لعب العنف من مثلا شويه او التدخلات العنيفه في الملعب والتاريخ اللي بيننا وبينهم، وفي نفس الوقت يعني طريقه اللعب مش عايز اقول رافع الحمد لله احنا ما بنتدربش ولا حاجه، لكن ممكن لو صن داونز يبقى بالنسبه لي انا بالنسبه لي يبقى انسب الفرق
اللي هلاعبها. وموسيماني هيبقى يعني حافظ بقى في فرقته القديمه بالظبط. وبعدين في نفس الوقت بقول لك انت بتلعبي سيمبا، وسيمبا ممكن تبقى يعني الطابع بتاع لعبها قريب جدا من سان داونز، فرقه افريقيه ما بيخلفوش كتير. وزي ما انت بتقولي برضه ان موسيماني حافظ فرقه سان داونز كويس قوي، فانا شايف ان ممكن يا ريت يا ريت يبقى ربنا يكرمنا في سان داونز. وعلى فكره انا اعتقد ان النادي الاهلي السنه اللي فاتت كان دخوله للمربع وحصوله على البطوله كان من الهلال من 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 السودان على ما اعتقد برضه بالظبط نفس الملعب كدا. كان نفس الملعب نفس الملعب بعد التعادل مع الهلال. يا رب ممكن يا رب يكون خير برضه وصعدت تاني برضه وخدت البطوله يعني الحمد لله. يعني انا بقول سان داونز بالنسبه لي ممكن تبقى احسن من شمال افريقيا. يعني شايف ازاي صحوه الفرق دي؟ يعني فايقه الفرق دي سان داونز الترجي الوداد الموسم ده عاملين يعني بطوله كويسه بالنسبه لافريقيا. عاملين ما اقول لك حاجه، امبارح الزمالك كسب مين؟ المولوديه. يعني برضه شمال افريقيا وما كانش حد ابدا، والمدير الفني بتاعه النهارده على ما اعتقد استقال او قدم يعني اعتذار. النادي الاهلي ليه شخصيه. النادي الاهلي بيفرض شخصيته على اي فرقه وهو في كامل قواه العقليه، وهو مستريح، وهو استشفى بتاعه الريكفري بتاعه بيتعمل كويس، وهو فت. صعب جدا على اي فرقه تلعب النادي الاهلي انها تفرض شخصيته عليه، لكن النادي الاهلي هو اللي بيفرض شخصيته على اي فرقه. على ما اعتقد النادي الاهلي الفتره اللي جايه دي زي ما بقول لحضرتك، لو فعلا مستر موسيماني بدا يثبت التشكيل ويلعب بالطريقه اللي هو شايفها للفتره اللي جايه هتفرق كتير جدا جدا مع النادي الاهلي. كتير جدا جدا جدا. اني انا ما اقولش بقى انا هجرب، لا ما ينفعش ست شهور ولسه هقول بقى انا احطه في المركز. طب ده انت يا كابتن تقييمك لموسيماني ايه خلال فتره التواجد بتاعته مع النادي الاهلي بشكل عام؟ يعني احنا اتكلمنا عن اللعيبه عن التغييرات، موسيماني كمستر بيتسو كتقييم بطولي ارقام هو ماشي كويس. خلي بالك كارقام هو ماشي كويس. بطوله خدها، بطوله ثانيه بينافس، وكل بطوله اللي ماشي فيها بينافس فيها. انا بتكلم على الاداء. مشكله النادي الاهلي كانت صار ان النادي الاهلي فعلا اللي بيتفرج عليه بيبقى عايز شكله اداء والنتيجه وبطوله. فدي بتحط اي حد تحت ستريس جامد جدا. انا لو مدير فني النادي الاهلي صدقيني هبقى مضغوط. انا بقول لك صدقيني هبقى مضغوط. يعني مش هقابل، هتمنى ان انا امشي في طريقه لخفه ولا حد يشوفني ولا اشوف حد. يا كابتن اصل إيه ليه؟ ما انت عايزه بطوله وعايزه اداء وعايزه مكسب وعايزه شكل. المشكله اللي عند موسيماني انا شايفها هو راجل كويس مش وحش، ومعاه مخطط احمال المفروض ان هو يعتبر من اقوى واحسن مخططين الاحمال الموجودين في الفرقه كلها. ثبات تشكيل وثبات طريقه. وزي ما بقول لك هو مش انا عشان كسبت 4-2-3-1 او 4-3-3 او 4-4-2 ايا كان اربعه بمشتقاتها، يبقى لازم كل مباراه يبقى ليها يعني نفس التشكيل. بالظبط، هي دي مشكلته. ان هو ممكن يعني ما اعتقدش ان ده تفاؤل وتشاؤم، لكن انا شايف ان هو رقميا بالاعداد وبالارقام لا هو ماشي كويس. واخد بطولتين واخد افريقيا، واخد دوري كاس مصر، واخد الدوري والدوري بينه وبين فايلر بالظبط، يعني ثلاث بطولات وبرونزيه كاس عالم للانديه. هنقول ثلاث بطولات وبرونزيه، ده الارقام اللي بنتكلم فيها. طيب ايه الاداء؟ الشكل الجمالي، النتائج، هو ماشي بالارقام كويس، لكن احنا كجمهور نادي الاهلي او كمدربين او 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 او, أو بنفهم يعني كوره، انا بقول ان هو لازم الفتره دي لازم يثبت التشكيل ويلعب بطريقه تناسب الفريق المنافس. يعني انا يعني مثلا انا بلعب بايرن ميونخ، العب زي ما بلعب مع المريخ مثلا او مع الهلال او مع سان داونز او مستحيل. وخصوصا ان النادي الاهلي المفروض عنده من اللعيبه الكواليتي اللي بيها سهل جدا جوه الملعب اغير طريقتي. افشه كان فاتح، اجايه كان فاتح، شريف ومروان يعتبر، واحنا بقول لك بنهاجم 4-2-4. التوظيف بقى هنا بقى صار، يعني المفروض واحنا بنلعب 4-2-4 في اي توقيت في المباراه الاثنين بيبقوا كده على خط واحد، وامتى واحنا لسه بنحضر بيبقوا كده الاثنين الفراوده. واخد بال حضرتك؟ يعني يعتبر واحد من الاثنين بيعتبر بلاي ميكر.
اللي هو بيبقى تحت الفرويد وقدام الاثنين الديفندرات. الكلام ده هو اللي لازم يعمله. المفروض هو دلوقتي في فتره من الفترات المدير الفني او في الجهاز ما بيبقاش محتاج انه يمرن اكتر ما بيحفظ. يعني في توقيت للجهاز الفني او للمدير الفني لما بيبقى عنده كل 4-5 أيام مباراه هيمرن امتى؟ اللي اتمرن اتمرن خلاص، عملنا فتره الاعداد وخدنا فتره وخلاص. مشوار افريقيا الموسم ده او النسخه دي اصعب من اللي فات ولا بتشوفه ازاي؟ لا انا شايف دي، لا دي دي صعبه شويه، دي اصعب من اللي فات. انا من وجهه نظري دي اصعب من اللي فات. عشان ايه؟ ليه شايفه كده؟ البطولات كتيره السنه دي. يعني انت عندك زي ما قلت كاس عالم الانديه، عندك منتخب مصر ماتشاته، عندك دوري، عندك كاس افريقيا. فدي ممكن برضو التلاحم للبطولات مع كورونا مع الفتره اللي اللعيب كان ممكن بيبقى قال فيها قلقان فيها شويه من ال 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 يعني المخالطات او البي سي ار اللي كانت بتتاخد للعيبه قبل المسحه، يعني الكلام ده كله ممكن بيأثر ذهنيا شويه على اللعيبه. وفي نفس الوقت بقول لك ممكن المباريات المتلاحمه ده مع ده مع ده، رعايه المنتخب، اشتغل مع النادي، خلصت من هنا اخش على الدوري، خلصت من الدوري العب بكاس، خلصت من كاس اخش على افريقيا تاني، خلصت من هنا ابدا بقى افكر في المنتخب الجامع. فدي كلها ممكن تبقى ضغوط شويه على اللعيبه، وممكن دي هي اللي بتزود صعوبه البطوله السنه دي عن السنه اللي فاتت. يعني شايف انه اللعيبه بقى ايه الدور اللي عليها الفتره اللي جايه؟ يعني موسيماني ثبت التشكيل، اللعيبه يحفظ وينفذ. يحفظ وينفذ. انا ضد، انا بقول لك الاهلي كبير قوي يا ساره، الاهلي كبير، الاهلي كبير. الفتره دي لما بتلاقي كل 3 4 ايام مباراه، معلش يمكن الكلام ده يفهمه الناس المخططين الاحمال كتير قوي او الناس اللي شغاله فعلا في مجال التدريب في الكاتشانه. هشتغل ايه؟ انا لاعب مباراه النهارده، بكره هشتغل ايه؟ وبعده ايه؟ وبعده ايه؟ ولا الحم في مباراه او عندي اسبوع مثلا، ممكن يبقى فيه خلاص محافظه على الاداء البدني، محافظه على الاداء البدني مش تحمل ولا قوه بشكل معين. وفي نفس الوقت ببدا احفظ بقى واذاكر الطريقه اللي هلعب بيها. مشكلتنا هنا في مصر كلها، وهفضل اقولها في كل الدنيا، احنا ما بنطبقش كويس. أكيد. ما بنحفظش كتير. أكيد. لكن لو حفظنا كويس وطبقنا كويس على ما اعتقد هيعود على منتخب مصر بعد النادي الاهلي بطولات واداء بشكل محترم جدا. بشكر حضرتك جدا كابتن ضياء، انك كنت معايا النهارده، وبشكر حضراتكم على المتابعه. بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.